danger. Gardez les maladies. Qu'est-ce qu'elle me montre que nous voir, la nuit? Mettez une lumière. تعود هذه السنة خلال هذا الأسبوع الدورة 15 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بعد سنتين من التعثر بحكم الجائحة، تعود بنفس جديد وبفرحة جديدة وبلقاء جديد يجمع حوالي 15 دولة من دول عربية وأوروبية وآسيوية وإفريقية. تعود أيضا افتتاح هذه الدورة بالكرنفال الذي جاب شوارع مدينة طنجة، وأيضا بحضور متميز خلال حفل الافتتاح الذي ترأسه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي شدد فيه على أهمية العمل الثقافي والفني داخل الفضاءات الجامعية باعتباره من المحركات الأساسية لوضع منظومة جديدة للتعليم العالي تراهن على تكوين الفرد وعلى صقل مواهبه وعلى انخراطه في الرهانات المستقبلية بما يتماشى ومخرجات النموذج التنموي الجديد بما يتماشى أيضا والرؤية التي أرادها صاحب الجلالة للمغرب وللمغاربة. شكرا. صراحة هذه للمرة العاشرة على التوالي كنشاركوا، يعني من 2012، ولحسن الحظ في الدورة 12 و13 توجنا بالجائزة الكبرى، وديما صافي بليزير أننا نرجعوا ونلعبوا. المسرحية اللي لعبنا اليوم سميتها مسرحية غاشية ترونس التي تحتفي بمدينة فاس بطريقة خاصة، اون اكسبيريونس سونسوريال، حاولنا أننا نتناولوا الموضوع ديال مدينة فاس بطرق أخرى بإضافة تقنية الفيديو إلى آخره. وشكرا للجنة المنظمة لمهرجان طنجة المسرح الجامعي في الدورة 15 على الاستضافة، وشكرا مدينة طنجة. اليوم جئنا إلى هذا العرض، فعلا أجواء جميلة مليئة بالتعارف واختلاف الثقافات من جميع دول العالم، أجواء جميلة، مسارح وثقافة يجمعنا الفكر والثقافة والفن. سنقدم مسرحية لها عدة جوانب تحاكي قضية المرأة بشكل أساسي، ولها عدة قضايا اجتماعية وتحاكي قضية فلسطين من الجانب الآخر ضمن قضية المرأة. شكرا لكم. هذه مشاركتنا الثالثة في مهرجان فيتوت بطنجة. طبعا شاركنا بعرضين سابقين، بعرض الألفية في سنة 2018 وفي سنة 2019 بعرض بلا كلمات، وهذه السنة إن شاء الله شاركنا بعرض إصبع روج، إن شاء الله راح يكون يوم الأثنين. طبعا مستمتعين بالعروض اللي شفناها وإن شاء الله اللي راح نشوفها، وأيضا نشيد بالتنظيم الأكثر من رائع من قبل اللجنة المنظمة، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لنا ولكم ولجميع المشاهدين. العربية السعودية
أنا هنا لأمثل مسرح جامعة الملك سعود في مهرجان طنجة المسرح الجامعي الدولي الدورة 15. بإذن الله نمثل المملكة العربية السعودية وجامعة الملك سعود أحسن تمثيل. وأشكر طبعا دولة المغرب وأشكر مهرجان طنجة على حسن الاستضافة وعلى حسن الإدارة. المسرحية التي سنمثل مسرح جامعة الملك سعود بها هي مسرحية ليلة الوحشة، تتكلم عن العبودية في العصور القديمة وعن الاستعباد، وبإذن الله ستعجبكم وسترضي أذواقكم جميعاً.